ايه لنشوف شو بدها تعمل فينا اكتر. لسه ما كان لازم ترجع يتار على البيت نامق. هاي غلطة كبيرة منك، لا من قبل ولا بعدين. ثبتت حالة مثل الشجرة ببيتنا، ما عم بفهم كيف بتحاول تقتلك. ما في هالشي اختي، يمكن هو سوء تفاهم. نامق انت ليش عم تحمي هالمرة لهي الدرجة؟ بس فهمني ليش. اسكتي ايديل، اكيد في حدا شافها. قلت لك اسكتي ايديل. لا تزعلي هيك، منحل القصة. خلص رؤي انت هلا. الله الله، شو يلي عم بيصير هون؟ وشو يلي صار؟ ومين يلي اشتكى؟ انت شو دخلك؟ شو دخلك؟ قلتوم شو قلنا ليش؟ شو حكينا معك؟ جد انت وامك مجانين بالمرة؟ ها عن جد بنخاف منكن. حكي ماما كتير صح، ما في دخان من غير نار. لك اخراس وسكرت امك. اهدي تعي. الله يلعنك. الله 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 الله، عن جد كان كل شيء صحيح. شو هو؟ الحمار الميت ما بيخاف من الذئب جنيد، وانت الحمار الميت هون، فهمت ما هيك؟ بحب اقولك انك قريب من الموت جنيد. بتعرف ليش ما بدي اقتلك ولا لا؟ لأنه العيون ما بتعرف تكذب جنيد، وشايف قدي أنت خايف مثل الكلب. هالشوفة كتير حلوة، لهيك شو بستفيد من قتلك؟ ها؟ بفرح دقيقتين؟ فهمت ما هيك؟ اسمعني منيح، ليك إذا بتلمس نجدة مرة تانية، شايفها لإيدك هي؟ ظنك فهمت. فهمت قصدي جنيد. قلتون؟ ألو أخي، قبضوا على الماما. لحظة اهدي، كيف يعني قبضوا عليها؟ من شوي اجوا رجال من الشرطة على البيت وقالوا انه في حدا مشتكي عليها او هيك شي، لهيك هن اخذوها. يا اخي مشان الله تصرف، لاقي حل، عمول شي، ما تتركهني. ماشي يلا انا برجع بتصل، لا تخافي. الو هاكان، معك النائب يجيت. بقضية نامق امير خان، انت اعطيت امر باعتقال يتار اصلان شي؟ اللي مين؟ ماشي فهمت، يسلم. سونا. ايه؟ أنا رايح على العدلية. ليش شو في؟ قبضوا عياتار واخدوها على المخفر. شو؟ ليش لا ياخدوها على المخفر؟ يجيت؟ فيلدا، ليش كل هالمصايب عم تصير معنا؟ اهدي ما صار شي، هاي تفاهة وأكيد في شي غلط بالقصة.